صباحكم الخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت اطلع على نشاط المركز الوطني لنقل الدم وتجهيزات مبنى مركز القلب، ويشيد بخدمات مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون. اجتماع في عدن يناقش عودة منحة المشتقات النفطية لكهرباء حضرموت خلال شهر ابريل. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على الأرامل والأيتام بالشحر. أهلا بكم. ثمن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لإنجاح اجتماع دورة مجلس النواب بمدينة سيئون. جرى ذلك خلال لقائه اليوم بسيئون محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فري سلمين البحسني، والذي بحث معه احتياجات المحافظة في كافة المجالات ومشاريعها الاستراتيجية. وثمن المحافظ تعاون رئيس الوزراء في اعتماد المشاريع الحيوية التي وجه بها الرئيس خلال لقائه أمس بسيئون المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فري سلمين البحسني اليوم بمدينة سيئون المدير العام لميناء منفذ الوديعة البري مطلق الصعري. واستمع المحافظ من مدير الميناء إلى نشاط المنفذ في تسهيل مرور الوافدين للمحافظة والوطن والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وعبرها إلى دول الخليج. وجرى في اللقاء مناقشة احتياجات المنفذ وأهمية متابعة الحكومة لاعتماد إجراء مالي من إيراد منفذ الوديعة لصالح دعم المحافظة لتنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية وتطوير المنفذ. اطلع محافظ محافظة حضرموت اليوم بمدينة سيئون على سير العمل في مبنى اتحاد نساء اليمن فرع وادي وصحراء حضرموت. وطاف المحافظ بمكاتب المبنى التي يجري العمل فيها حاليا بكلفة تتجاوز 60 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. واستمع المحافظ من رئيس فرع اتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء فاطمة النوبي إلى نشاط الفرع وتنفيذ الدورات التدريبية للنساء. وشكرت رئيسة الفرع السيدة المحافظ لاهتمامه ودعمه للقطاع المرأة، مؤكدة على إنجاز المبنى الجديد أنه سيسهم في توسيع وتفعيل نشاط الفرع. ووجه المحافظ بسرعة استكمال المبنى وفقا للمواصفات المحددة بالاتفاقية. اطلع محافظ محافظة حضرموت على نشاط المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بمدينة سيئون. وتعرف المحافظ خلال الزيارة لمبنى المركز الجديد على سير العمل في غرفة المعاينة وقسمي سحب الدم وفصل وخزن الدم والأجهزة الحديثة التي يحتويها المركز. واستمع المحافظ من إدارة المركز والفنيين إلى إجراءات السلامة لنقل الدم المجاني والأمن وإنشاء قاعدة من المتبرعين المنتظمين وضمان سلامة نقل الدم وحمايته من التلوث والأمراض، مشيدا بجهود الكادر الفني الشاب العامل بالمركز ومؤكدا أنهم يؤدون عملا إنسانيا نبيلا يسهم في إنقاذ حياة المرضى بإذن الله. من جانب آخر، اطلع محافظ حضرموت على التجهيزات النهائية لافتتاح المبنى الجديد لمركز القلب بمدينة سيئون، والذي تم استئجاره بشكل عاجل لتقديم الخدمات العاجلة لمرضى القلب. وتجول المحافظ بأقسام المركز الخاصة بالمتابعة والتشخيص والعيادات والمختبر، مؤكدا أهمية التسريع في افتتاح المركز الذي سيسهم بشكل فاعل في تقديم العلاج والفحص اللازم لمرضى القلب من مختلف مناطق الوادي والمحافظات المجاورة. إلى ذلك، قام المحافظ بزيارة للمبنى العام لمركز أمراض القلب بسيئون، وتعرف خلالها على أسباب توقف وتعثر العمل في المشروع الذي يقع على مساحة واسعة وسيشكل حال إنجازه نواة لمركز قلب مستقبلي حديثة، وسيتم تخصيص جانبا منه لإنشاء مركز وطني لأمراض الكلى. وفي صعيد آخر، قام محافظ حضرموت بزيارة لمركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون، وطمأن خلالها على صحة المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز من مديريات حضرموت والنازحين من بعض المحافظات، مستمعا إلى احتياجاتهم ومتمنيا لهم الشفاء العاجل. وطاف المحافظ بأقسام المركز متعرفا على نشاطه في تقديم العلاج اللازم
والفحوصات المجانية لمرضى وغسيل الكلى وصرف الأدوية المجانية لهم ودعمهم بالمساعدات المالية والسلل الغذائية. واستمع المحافظ من مدير المركز مساعد برويشد إلى الإحصائيات عن الخدمات التي قدمها المركز خلال العام الماضي، والتي أوضحت استقبال المركز بسيئون ل 170 حالة مرضية و 120 حالة بمركز القطن، وتنفيذ دورات تدريبية ونشاطات توعوية استهدفت أكثر من 15,000 شخص. ووجه المحافظ بمنح طبيب بالمركز منحة خارجية للتخصص في مجال علاج وزراعة الكلى على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة. بحث لقاء عقد بالعاصمة المؤقتة عدد الحلول لإعادة تزويد حضرموت بكميات من الوقود اللازمة لتغطية العجز في توليد الطاقة الكهربائية بعد توقف المنحة السعودية لدعم محطات توليد الكهرباء خلال الفترة المنصرمة بسبب عدم الالتزام بشروط المنحة. وأكد اللقاء الذي ضم مدير عام مؤسسة الكهرباء بالجمهورية المهندس عبد القادر باصلعة ومدير منحة المشتقات النفطية المهندس مانع من يمين ومدير عام محطات التوليد لكهرباء ساحل حضرموت المهندس محمد باحات بأن هناك مؤشرات إيجابية بخصوص عودة منحة الوقود المقدمة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بالقريب العاجل خلال هذا الشهر. وشدد اللقاء على أنه في حال الالتزام بشروط المنحة والإسهام في تسهيل أعمال المشرفين سيكون لحضرموت نصيب من شحنة المشتقات المخصصة للمحافظات المحررة. ترأس المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي اجتماعا ضم إدارة شرطة السير وأمن مديرية المكلا ومندوبي العشوائي بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق. ووقف الاجتماع على المخالفات المرورية والعشوائية في الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا، ووضع خطة عمل مشتركة للحد من هذه الظواهر خصوصا في شهر رمضان المبارك ما قد يتسبب في تعطيل حركة المرور في تلك الشوارع. وأكد العميد التميمي على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية المكلفة ومندوبي العشوائي بواجبهم على أكمل وجه وضبط المخالفين ومعاقبتهم حتى يتم تسهيل الحركة المرورية، منوها بأن العمل بهذه الخطة سيكون من الأسبوع القادم وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المباركة. وفي سياق منفصل شهد المدير العام لإدارة العامة للأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي بمعية قائد الشرطة العسكرية العميد ركن الشيخ مصطفى الحامد ولبروفا جنود لواء الشرطة العسكرية استعدادا لافتتاح مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بالمكلا. وعبر العميد التميمي عن سعادته لمشاهده من استعداد وجاهزية جنود لواء الشرطة العسكرية من خلال تدريباتهم المكثفة للاحتفاء بالذكرى الثالثة لتحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة القاعدة. وثمن العميد التميمي جهود قيادة لواء الشرطة العسكرية وكل الضباط والجنود المنتسبين للواء على حرصهم واهتمامهم بضرورة إظهار احتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة بطريقة تليق بتضحيات الشهداء. تفقد مدير عام مدينة المكلا المهندس عوض بن هام الحي بن سينا بمنطقة فوة للاطلاع على مطالب ساكني تلك المنطقة، كما استمع خلال زيارته من رئيس الحي لأعمال البناء العشوائي التي تسببت في إغلاق بعض الشوارع والاستيلاء على بعض المواقع الخاصة بالمصالح العامة وكذا ما يعانيه الأهالي بالحي منها إشكاليات خدمة المياه وضعف الكهرباء، بالإضافة إلى حاجة الشوارع بالمنطقة إلى إنارة ضوئية. وفي سياق متصل اطلع مدير عام المكلا على المشاكل التي يعاني منها حي القارة الحمراء بمنطقة بويش فيما يتعلق بغياب التخطيط العمراني الصحيح ودخول بعض مالكي الأراضي إلى مساحات خصصت كشوارع عامة لأهالي المنطقة. وأكد المهندس بن هامل على أن السلطة المحلية ستفرض هيبة الدولة في تلك المنطقة وستعمل على إزالة كل ما هو مخالف للنظام والقانون وفق الإجراءات المشروعة للسلطة المحلية. قام الاتحاد العام لنساء اليمن فرع ساحلي حضرموت فعالية توعوية حول المساحة الآمنة للطفل في منطقة الحرشية بمديرية مدينة المكلا بدعم من منظمتي أنترسوس واليونيسيف. وفي الحفل ذكرت مديرة الإدارة الصحية والإرشاد الأسري بالاتحاد العام لنساء اليمن سيناء باشراوي إن هذه الفعالية تهدف إلى الإسهام الفاعل في خلق أنشطة ثقافية ترفيهية
تسهم في تغيير السلوك الطفولي من أجل الالتحاق بالأماكن الآمنة في أيام النزاعات والصراعات. وتخللت الفعالية مسرحية بعنوان طريق الندم، قدمتها فرقة التوعية المسرحية التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت، عالجت أهمية العلم والتعليم في حياة الأسرة والمجتمع. دشن في مديرية الشحر المخيم الجراحي السابع الممول من نخبة من التجار ومؤسسات الخيرية وفاعلي الخير، الذي سيستمر خلال الفترة من 14 وحتى 19 من الشهر الجاري. وخلال التدشين أثنى المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على دعم المخيمات النوعية التي يحتاجها المواطنين، وذلك من أجل تخفيف معاناة المرضى في تحمل أعباء السفر إلى خارج الوطن، مشيدا بجهود الطاقم الطبي المشارك في المخيم الذين وفدوا إلى المحافظة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الطاقم الطبي المحلي من محافظة حضرموت وعدن. من جانبه أكد المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين بارزيق على أهمية المخيمات واستمراريتها لتقديم الخدمات الطبية، مؤكدا إقرار السلطة المحلية بالمديرية إلى إقامة المخيمات وتذليل الصعوبات للمرضى. استهدفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الأرامل والأيتام بمديرية الشحر في توزيع المعونات الإغاثية من المساعدات الغذائية، حيث قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية بأكثر من 80 طن تحوي مكونات الغذاء الرئيسية، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع 1000 سلة غذائية مستهدفة 5000 فردا من الأسر المحتاجة والفقيرة بالشحر. من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت اطلع على نشاط المركز الوطني لنقل الدم وتجهيزات مبنى مركز القلب، ويشيد بخدمات مركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون. اجتماع في عدن يناقش عودة منحة المشتقات النفطية لكهرباء حضرموت خلال شهر ابريل. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على الأرامل والأيتام بالشحر. السيدات والسادة، هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.